مكسور جناح عصفوره ولا يبدو أنه سيحلق أبدا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطالما غرد طائره الأزرق ضد السرب في تويتر، يغلق الموقع حسابه نهائيا خشية المزيد من تحريضه على العنف. حذره قبل تعليق حسابه ب12 ساعة لإيقاف نشر العنف، عنف هز أمريكا منذ أيام وأثار قلق العالم عندما اقتحم مناصر ترامب مبنى الكونغرس، قلعة البلاد المؤصدة منذ قرن وأكثر. فتح ترامب أبوابها لمؤيديه بتغريدة وتغريدات أخرى شعلها ترامب غضبا وطعنا في نتائج الانتخابات. وللعودة للوراء طريق طويل معبد بآلاف التغريدات لترامب، ذاك طريق قيل جاء به إلى منصبه. غرد في حملته الانتخابية، وغرد ليهاجم ويسخر، وغرد ليحرك عواصم من أرضها ويبرم اتفاقيات ويجيز صفقات. ساحته المحببة تويتر، قال مراقبون، لطالما وضع فيها أسلحته تغلق له صفحة يتابعها نحو 88 مليون. أنفاسه طويلة ولا يستسلم، سرعان ما غرد على حساب الرئاسة الرسمي ليتهم تويتر بأنه بعيد عن الحرية وينظر في إمكانية بناء منصة أخرى. تغريدات سرعان ما حجبت هي الأخرى ومعها صفحات لمؤيديه. إلا أن السيناتور الجمهوري لانسي غراهام استطاع أن يغرد، الإغلاق خطأ جسيم، يضيف، السماح للمرشد الإيراني بنشر تغريدات ومنع ترامب من ذلك يترك تساؤلا من يدير تويتر. لكن تويتر ليس وحده من يحجب كلمات ترامب، ممنوع حتى من منصتي الفيسبوك وإنستغرام، يقول رئيسهما سيظلان موقعاه محظورين إلى أجل غير مسمى. خوية حساباته كلها لربما استعجلت المغادرة قبل أن يغادر صاحبها منصبه.